ما نطلع مره واحده ندي رساله، يعني نتمنى الا توجد شريحه جديده طبعا في الضرايب، لانه هو الرساله يجب ان تكون العكس، ان انا عايز اخفض الضرايب على الناس علشان ادي رساله ثقه، وهو ده اللي عملناه قبل كده. لكن رفع معدل الضرايب ده موضوع بصراحه بيدي رساله العكسيه تماما. ونفس الكلام على ضريبه البورصه اللي هي موجوده في نفس المذكره. يعني انا النهارده في خلاص، احنا كنا بنتكلم قبل الكورونا وقبل قبل روسيا واوكرانيا والنهارده فرصه السوداء، مش انا النهارده انا الخزانه عايز ابيع شركاتي؟ طب من فرصه النهارده اخلي ابيع شركاتي، هجيب مستثمرين من جوه البلد ومن بره البلد بارقام كبيره جدا. ففي حاجات محتاجه شويه قرارات جريئه جدا، انما اهم حاجه بمنتهى الامانه ان احنا النهارده يبقى عندنا متيقنين من جوانا ان القطاع الخاص هو اللي هيقود قطره الاقتصاد ده.